مرحبا، صباح الخير. اليوم عندنا شمندر كمية كبيرة، أنا بفرزنة حتى ما يخترب عندي، لأني ما راح أستخدم هذه الكمية الكبيرة الآن. ليش شرينا كمية كبيرة؟ لأنه موسم وصاير السعر رخيص جدا. فخلونا نبتدي طريقة تفريز الشمندر، وله فوائد عظيمة، من أهمها أقوى معالج للأنيميا أو فقر الدم، وكذلك يعطي مناعة للجسم. فخلونا نشوف الطريقة. في البداية نحط الشمندر في المصفى أو المشخل ونغسله تمام. نغسل الشمندر تمام، راح أغسله وأرجع لكم. وهذه الشمندر، إحنا الآن بناخذ واحدة منهم، بنشوف الطريقة كيف. ناخذ واحدة ونقطع الجزء الأمامي من هذه الجهة تمام، ونقطع كذلك الجزء الخلفي. بعدها نبدأ نكحت الشمندر كذا. حتى لو بنسوي كذا بينشال القشر كله، فاحنا ما نبي القشر كله ينشال، نبي جزء فقط، يعني يدوبك ينشال بس هذا الأسود، حتى ما نفقد القيمة الغذائية للشمندر، وطبعا لقيمة غذائية كبيرة. والأهم من ذلك أنه حاولوا أنكم ما تسلقونه. وبكذا خلصنا الشمندر وغسلناه، وهذه حصادتنا لليوم. تبين تقطعينه أو تبين كذا تخلينه؟ ناخذ الشمندر ونقطعه كذا، ناخذ الشمندر. سويت نوعين، ناخذ هذا الجزء ونحطه في الكيس، هذا هو حصيلتنا للشمندر. وهذا الجزء المنشور ناخذه الآن ونحطه بالكيس، طريقة سهلة جدا. هذا هو، بس هذا هو